السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مصطلح في الايزو 26250، وهو ده الكود اللي معتمد حاليا في اغلب دول العالم. ممكن مشكلته ان هو لازم تدفع فلوس لكل مشروع. في مصطلح اسمه سبيس. سبيس ده عبارة عن ايه؟ هو حدود لحاجة معينة، ثلاثية الابعاد، عاملة زي الرو، بس هنا في السبيس بيحط معلومات خاصة بالطاقة، معلومات خاصة بالانرجي، بالميكانيكال، بالالكتريكال، بفيها معلومات اكتر. طيب عندنا مصطلح تاني زي أكتر، هو شخص أو منظمة أو شركة هيبقى موجود معانا في الـ construction process، يعني موجود معانا ومطلوب طبعا منه حاجات وهيبقى موجودة في الـ matrix responsibility، وهو هيبقى موجود خلال الـ delivery phase and operational phase. طيب تعالوا نشوف على المصطلح ده. delivery phase دي المرحلة اللي هي أثناء التصميم والـ construction. المرحلة اللي بعد كده Operation Phase، ده اللي هي مرحلة التشغيل للأسول، يعني هنا في مرحلة التصميم واشتري الحاجة وأحطها هنا أثناء مرحلة التشغيل. طبعا هتلاقي هي نفس الكلام اللي كان موجود في الـ BSF92، بس هما إيه يعني بيحلل القرش بتاعه فبيغير كلمة يحط كلمة وهكذا.